السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع البوليدة، وبالضبط في مدينة البوليدة، لنعرفكم بهذه الإقامة الجميلة جدا والتي تم إنشاؤها في مدينة البوليدة. شيء جميل جدا أن تكون هذه الإقامات يعني مقاييس دي ستاندار دو كاليتي، فيه نوعية، وكذلك من ناحية التصميم الخارجي والهندسي. شيء جميل أن هذه المشاريع تعم كل الولايات الوطن لتكسر النمط العمراني تاع الأديال والال بي بي والال اس بي والال بي بي والال ما مش عارف. إذن هذا نمط مهم جدا لكسر هذاك النمط العمراني اللي فرضته الدولة في كل مناطق الولاية، يعني في الجزائر. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.